السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة المحكمة. إن شاء الله في هذا الفيديو كما تشوفوا معايا عندنا واحد الخريطة جديدة ديال بيرو. أي خريطة كانت سواء في الأمريكا تراكو اليورو تراك تحتاج دائما إلى بروفيل جديد. غادي نوريكم المرحلة الأولى كيفاش تأكتيفي الخريطة مع البروفيل وكيفاش تنشأ البروفيل، والتاني حاجة هو كيفاش تخدم البرنامج الشات إنجن. الشات إنجن هو واحد البرنامج كتزيد بيه الإكس بي والفلوس، وغادي نوريكم الطريقة الصحيحة، لانه في بعض الناس يعني كيدير واحد المشكل، وهذا يعني ماشي موضوع ديال الحلقه، يعني كيشد جميع الاكواد ديال الجيم وكيدير لهم الزياده. فاش كنت كتصاوب هذاك الشيء عشوائي كيوقع داك البروفيل ديالك فيه البروبليم، ديما كراش جيم كراش جيم كراش جيم كراش جيم، وهذا الشيء يعني حتى هو كيسبب لك المشاكل حتى في الاونلاين. يعني كيكون عندك شي الجليتش كتصدق مباني عليه على والو، انت راه ما درتي والو ولكن مباني. شنو هو المشكل ديالك؟ هو الجليتش. الجليتش شكون اللي دارو لك؟ هو كثرة الاكواد كتخربق، كتخربق انت ماشي كتزيد الفلوس، هي كتخربق. المهم هذا ماشي الموضوع ديالنا، الموضوع ديالنا هو كيفاش تصوب، يعني كيفاش تحط الماب ديال البيرو في الامريكان تراك بالطريقه يعني السهله جدا. انا اش درت، كريت واحد ملف ديال المود يعني هاكوسي ديال الامريكان تراك واليورو تراك، يعني كما كتشوفوا هنا الامريكان تراك. غنجي غنحط فيها يعني الخريطه يعني في المود يعني امريكان تراك المود، وغادي نمشيو اللعبه دابا. غادي نجيو لهنا نيو بروفيل او كريت يعني يعني بروفيل جديد. نقوم هنا هنا خاص بالسائقات، وهنا خاص بالسائقين. نختار شي سائق يعني كما كان، نختار هذا الشاحنة، نختار فولفو، وهنا نختار يعني شركة مثلا. اللي عنده يعني اللعبة غير أصلية فلا يستعمل هذا يعني هاي العلامة، لا تستعملها، لان اذا استعملتها يعني سوف يعني لن تشتغل معك اللعبه. لهذا احسن شيء وانا تكتب الاسم يعني الشركه اللي بغيتي تكون عندك مثلا في المستقبل، ترانس موح هاي كما كتشوفوا هنا. قبل ما نديرو كرييت خصنا نمشيو للمود مانجر باش ناكتيفيو الخريطه. هاي الخريطه اكتيفين، درنا لها الاكتيفاسيون. غادي نحيدو تاني هاد البارتي، يعني نحيدوها تاني، وغادي نضغطو على كرييت. ودابا كما كتشوفوا معايا يعني هل الشاحنة تلفور فوق والخريطة هاي خريطة راه كاينة حدا بجانب يعني الخريطة ديال الامريكان. هاي الخريطة هي ديال البيرو، هي هادي، يعني راه كلها فيراجات وكلها عقابي وكلها ديسانتاوات. المهم اللي بغى يموت يلعب في هذه الخريطة هذه، ماشي كنقصد الموت كاع يعني ماشي تمام. المهم اللي كنقول انا هو يعني الا بغيتي يعني شوف دوك كثر العقابي ولا شيء، اي سائق منحرف بجميع الاطباق السمكية. نمشيو نريكليو يعني الكونترول السوري، راه الا درتي لها هنا بالسفره تصدق تقلب داك الكميه مثلا ما وصلت للشركه. على بركه الله نمشي واحد مشينا دابا هذا السوري اللي هذيك ما كتحركش بزاف، ولا تمنى بحال البولون. ماشي الكمال خويا البولون كاع ماشي زوين. هنا خي الطريقه اي 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 واحد بيرش والله لا بيرش صوت الصوره نقص. والله لا بيرش والله الله 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 القضية زايان.
الله 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 الله. انا نوقف هاد الكاميون هنا، غادي نخدم الكاميرا الحرة باش ما نديروش، باش ما نعطلوش ليكم الشرح. دابا نحطو الكاميو، غادي نختارو 40 XP، وقبل ما نحطوه يعني قبل ما نحيدو عليه، قبل ما نضغطو على تي، غادي نمشيو نخرجو البيرو، يعني كما تشوفوا غادي نديرو الت. طب كما كتشوفوا معنا دابا، غادي نمشيو نقلبوا على البرنامج ديال الشات انجن. هنا غادي تمشي لهاد الشاشة هادي، غادي تقول ليه امريكان تراك اوبن. هنا كي كتشوفوا معنا، هنا عندنا 1500 في الفلوس، غادي نديرو 1500 ونقلبوا فرست سكان. كاين بعض المغاربة كيشد هادشي كامل كيسلكسيني وكيلوحو هنا وكيزيد وكيزيد. هذا راه خطأ 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 خطأ. هنا غيقولوا لنا مبروك على الكراج وهذا 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 كما كتشوفوا. هنا دابا شحال ولات عندنا؟ ولات عندنا 4132. غادي نمشيو للشاط الانجين دابا ونديرو فيه 4132 ونديرو نيكست. كما كتشوفوا يعني وحدة ماشي مليار، وحدة. نمشيو نديرو واحد 400 هنا ومرة أخرى هنا، نزيدو واحد هنا ونديرو سيف سيف. احنا ولات عندنا واحد مليار، مليار و 900 الى اخره، المهم و 924 مليون. دابا خصنا نزيدو الاكس بي. الاكس بي عندنا فيه شحال هنا؟ 72. هذا غادي نديرو ليه هادي حيت حنا صافي هزنا دابا الفلوس، وغادي نديرو نيو سكان ونجيرو هنا ونديرو 72 فرص سكان. هادشي كامل ما تسلكسيني، ما عندك ما تسلكسيني. دابا غادي تمشي دير حمولة اخرى على بركة الله. نمشيو نشوفو، المهم اختاروا هاد الكاميو هذا ونمشيو. احنا نمشيو على بركة الله. باش كتوصل الشركة كتجي لهنا، ومن كتجي لهنا دابا راه مازال ما وصلناش لواحد الاكس بي. دابا غادي نمشيو نديرو واحد الحمولة التانية ولا شي حمولة هنا، وحنا نمشيو على بركة الله. هنا عندنا 164 اكس بي، 164 اكس بي. كما كتشوفوا معنا احنا وصلنا ليفل واحد. دابا يمكن لينا نزيدو ال الاكس بي دابا حاليا 260. نيكست. دابا يمكن لينا نزيدو الاكس بي. احنا زدنا، غنديرو سيف واحد سيف يس. هاهو عندنا دابا 35667 في الليفل كما كتشوفو. دابا نزيدو هاد البارتيات هنا، هاد البروفيل لي صوب دابا راه غتلقاو أسفل الفيديو، في الوصف ديال الفيديو غتلقاو هاد البروفيل هذا. وهذا يعني هو الشرح ديالنا ديال اليوم، يعني كيفاش نمشيو شركة عميرة. شركة عميرة ونتمنى يعجبكم الشرح، ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.